دكتور بحب واحدة باي بولو وعايز اتجوزها، ايه قولك؟ بص اخوانا، في حاجات انا دايما بكون متحفظ في الاجابة بتاعتها. يعني اولا انا عشان اقول لواحد اتجوزها ولا ما تتجوزهاش، ده ليه قواعد معينة وليها حاجات معينة وحيثيات معينة، فانا هقول لكم وجهة نظري فيها، تمام؟ وجهة نظر مش هتعتمد الصواب والخطأ، اللي يتقبلها اللي يرفضها عادي براحته. اولا لازم نعرف ايه سبب تشخيصها بالبايبولر. هل هي صدمات في اشخاص ومواقف توقعات، فقدت اب ام حد عزيز، يعني هل هي صدمات ام هي مخدرات او جينات؟ يعني الحتة دي مهمة جدا، يعني باباها، مامتها، خالها، عمها، جدها، جدتها بايبولر، ولا مخدرات بقى، حشيش، هيروين، كوكايين، افيون، كريستال ميس، LSD، MDMA، الكلام ده كله. السؤال ده مهم جدا جدا، لان هيتبني عليه حاجات تانية. يعني انا بالنسبة لي الموضوع الزواج من واحدة بايبولر ليه خطوط حمراء كده، الاول 1 2 3 4 5، لو الخطوط الحمراء دي مفيش حاجة منهم، واحدة بس ما ينفعش، يعني كل الخمسة دول ممنوعين تماما بالنسبة لي، لو واحدة منهم موجودة ما ينفعش ان انت تتزوجها. لكن لو السبب في البايبولر هي صدمة، هي معاملة من اهل سيئة، هي توقع غير محله، حلم او طموح غير واقعي، تمام، فانا مفيش مشكلة ان انت تتزوجها، ولازم تخلي بالك، تحط بالك ان انت تعملها معاملة خاصة سبيشيال كذا في فترة البي ام اس او فترة ما قبل الدورة الشهرية، وتعملها معاملة خاصة لو حصل حمل، وتعملها معاملة خاصة بعد الولادة، لان هو في بيجي بعد الولادة حاجة اسمها بوست بارتم ديبريشن، حتة ان ينتقل البايبولر للاولاد. طالما الموضوع مش جيني، طالما الموضوع مش ملوش علاقة بالمخدرات، دي بتبقى حاجة يعني نسبة لا تذكر، وما فيش دراسة كلينيكية صريحة محددة النسبة دي على كل الناس، يعني الموضوع كده بس ايه، يعني statistical studies او دراسات احصائية وليست دراسات جينية وليست دراسات كلينيكية. فالحتة دي كنت حابب اتكلم فيها كويس جدا، ان انت تكون مدرك للابعاد بتاعت الموضوع اكتر، والحب وحده مش هو المقياس اللي انت تبني عليه حياة زوجية. انا دايما بقول اهم حاجة المودة والرحمة كما ذكر عندنا في القرآن الكريم، والمودة لو انت عايز تعرفها تفصيلا ابحث عن اسم الله الودود، ورحمة ابحث عن اسم الله الرحمن، وشوف المعاني اللي هتطلع لك. وانصحك قبل ما تقرر شوف الفيديو التفصيلي بتاع البايبولر والزواج، هتلاقيني متكلم في حياة تفصيلية كتيرة جدا. باي، سلام عليكم.